بحضراتكم لكم التحية، ومبسوطة قوي النهاردة لأنه في ثقافة بتتغير في المجتمع، وده شيء جميل جدا جدا جدا. الثقافة ليها علاقة بتعليم ولادنا والاتجاه للتعليم الفني، مش كده؟ بقول لحضراتكم أنا مبسوطة جدا النهاردة لأنه على السوشيال ميديا من ساعة ما نتيجة امتحانات الإعدادية ظهرت والسوشيال ميديا ابتدت ناس كتيرة تكتب على صفحاتها يا جماعة أنا ابني متفوق في الإعدادية وقولوا لي إيه مدرسة تعليم فني تكون كويسة عشان أنا مش عايز ابني يدخل ثانوي عام. ناس بتسأل بنفس الصيغة دي بأشكال مختلفة وعايزة حد يدلها على إنه ابنها جايب مجموع كبير كمان، يعني مش مجموع ضعيف، لا مجموع كبير في الإعدادية، وعايزة وهي أو ابنها أو بنتها مش عايزة تكمل في الثانوي العام، عايزة تكمل في حاجة ليها علاقة بسوق العمل نهاردة. علشان كده الحقيقة والثقافة اللي ابتدت تتغير دي للأفضل شكل شيء عظيم. في انتظار تليفونات حضراتكم لأي استفسارات نهاردة في الجزء الثاني من الحلقة. هيكون معنا الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، لأنه من سنين طويلة كتيرة فاتت للأسف كان الطالب في مصر عنده خط سير واحد زي ما بنقول كده، دي كانت ثقافة المجتمع وثقافة تعليم واحدة، خلص الإعدادية نجيب مجموع عشان عايزين ندخل ثانوية عامة، وإلا يبقى عيب لو دخلنا وفضيحة لو دخلنا تعليم تجاري أو تعليم صناعي، وده اللي كانوا بقى بيبقوا إيه يعني كان يتقال عليهم كده في المجتمع، دي الناس اللي مش شاطرة وملهاش في التعليم فكانوا بيدخلوا التعليم الصناعي أو التجاري. فندور على المجموع علشان ندخل ثانوي عام علشان نجيب مجموع عشان ندخل كلية. ايه هي الكلية؟ مش مشكلة، مهم ان انا ابني او بنتي يبقوا خريجين كلية كذا، خريج كلية يعني معاه شهادة، عشان الشهادة دي نقعد بقى نتكلم في وسط بقى اصحابنا ده انا ابني خريج كذا او خريج كذا، ونرجع نزعل انه ابني اللي معاه الشهادة دي او بنتي مش لاقية شغل. فالنتيجة اللي احنا وصلنا لها ووصلنا ليها لغاية دلوقتي ده مش معناه ان احنا دلوقتي حتى يعني بنلاقي الشغل بسهولة، لكن بقول لحضراتكم في تغيير ثقافة بتحصل في المجتمع. فبالتالي اللي كان بيحصل زمان كنا في النهاية بنلاقي شهادات بلا مهارة بلا خبرات، الشهادة نفسها ما كانش بيحتاجها سوق العمل، ودي كانت الكارثة الكبيرة، فكانت الشهادة لا بتنفع الخريج ولا بتنفع البلد في حاجة. السنة دي على فكرة والعام الدراسي اللي هو داخل ده في شيء عظيم بيحصل، والموضوع بقت الفكرة بتتغير، الموضوع بقى مختلف، بقى في حاجة اسمها المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة، دي هتشتغل لأول مرة مع السنة الدراسية اللي جاية. والحقيقة احنا نتيجة اهتمام حضراتكم وطلاب الإعدادية وأولياء الأمور بالجزئية دي، فالنهاردة إن شاء الله الجزء الثاني من الحلقة نعمله مخصوص لحضراتكم. أي أسئلة كلمونا على التليفون، ابعتونا على صفحة البرنامج أو على الـSMS لو محتاجين أي استفسار، لأنه هيشرفني دكتور محمد مجاهد زي ما قلت لحضراتكم نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني. خلينا نبدأ بإيه؟ خلينا نبدأ بالنهاردة كان سيادة الرئيس ومنذ قليل كان في متابعة في غاية الأهمية والدقة اللي كان بيتابع فيها مستجدد عدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وجه سيادة الرئيس السيسي النهاردة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وكمان تعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية. توسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية. طيب احنا واصلين لفين؟ اللي احنا محققينه وبنستهدف ايه؟
وهل احنا ممكن تقابلنا مشكلة زينا زي أي دولة على مستوى العالم في الظروف اللي بيمر بيها العالم كله دلوقتي ولا لأ؟ أنا بحب الكلام يبقى موضوعي، مش كلام نطمن بيه حضراتكم فقط، لأ كلام صادق. ما بنقول لحضراتكم إنه السلعة الفلانية متوفرة، هي بالفعل متوفرة، وبنحاول ان احنا ننقل لكم كل شيء بمنتهى الامانه والموضوعيه. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. مساء الخير دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور محمد، اهلا بيك. محتاجين نعرف من حضرتك وتطمنا كده اللي موجود، المستهدف هنوصل لفين؟ احنا يعني النهارده كان في توجيهات من سياده الرئيس كانت بشكل واضح لتعزيز منظومه تنميه الثروه السمكيه، وايضا بنتكلم على الثروه الحيوانيه. اتفضل يا فندم. يعني اول شيء بحب اشكر حضرتك، وطبعا الحقيقه احنا شفنا جهود كبيره بتبذلها الدوله المصريه من فتره ولا زالت مستمر، وعمل دؤوب الحقيقه بتقوم به الدوله المصريه لتطوير وتحديث منظومه القطاع الزراعي. الحقيقه هذا القطاع يعني يشهد من 2014 مستمره ومتتاليه. كان نهايه الجهود او نتائج الجهود اللي حدثت في هذا القطاع شفناها في زياده حجم الكفاءة الذاتي من عدد كبير جدا من محاصيل الخضر والفاكهه، تقريبا كل محاصيل الخضر والفاكهه نتائج كفاءة ذاتي، وبنصدر جزء تفيد عن احتياجاتهم، وشفنا اللي بيفيد ده قدر يخلينا ان احنا نكون من الدول المتقدمه على مستوى العالم في صفات عدد متنوع من المحاصيل زي الموالح زي الفرخه زي البطاطا الطماطم، كل دي محاصيل شهدت تفرق كبيره واصبحت من ضمن الترتيبات العالميه على حجم الصادرات الكليه بالنسبه لهذا القطاع. الحقيقه كمان مصادر البروتين من اصل حيواني، وده امر في غايه الاهميه. ده النهارده الاجتماع ده بينصب جزء كبير منه على هذا المحور. البروتين من اصل حيواني اللحوم الحمراء فقط، انما هي مجموعه مصادر من البروتين من اصل حيواني. نلاقي اللحوم الحمراء، نلاقي الالبان، نلاقي الدواجن، نلاقي المائده، نلاقي الاسماك، كل دي مصادر متعدده من البروتين من اصل حيواني. وشفنا توجيهات قياده في الاطار لنحو وتطوير منظومه الثروه الحيوانيه المملوكه لها للمزارعين. قول لي دكتور محمد معلش، اصل انا واضح انه في حاجه في الصوت، بسمعك بتركيز جامد جدا. قول لي الوضع دلوقتي ايه؟ قول لي الوضع دلوقتي عندنا ايه؟ احنا عارفين مجهود والمتابعه وكل ده عارفينه، الوضع دلوقتي عندنا ايه؟ طمنا. احنا عندنا الحمد لله شايفين بالنسبه للانتاج الحيواني، احنا كان عندنا كفاءه ذاتي قبل 2014 نسبته لا تتعدى 40%، النهارده قدرت تزيد النسبه وتوصل لحوالي 60% ويمكن بنتجاوزها كمان، حتى ده اكتر كمان من اللي كان المخطط اللي احنا عايزين نوصل له. شايفين الدواجن، لحوم الدواجن احنا بنوصل فيها نسبه كفاءه ذاتي تقريبا مقربه من 100%. بيض المائده قادرين نوصل نسبه كفاءه ذاتي فيه بنسبة 100% تقريبا. الألبان ومنتجات الألبان شفنا طفرة كبيرة حدثت فيها، احنا دلوقتي أصبح عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي من الألبان ومنتجاتها. والتوسعات اللي بتحدث النهاردة وتطوير السلالات كمان الدولة بتنظر بهذا الملف بنظرة اهتمام، وقادة السياسة بتتابعه بنفسها في تطوير وتحديث هذه المنظومة. فشايفين جهود كبيرة بتبذل في تطوير منظومة الألبان، وشفنا مراكز تجميع الألبان اللي بيتم إنشائها، أكثر من 200 مركز تجميع ألبان بيتم إنشائهم، بيتم العمل على تطويرهم، كل مركز من هذه المراكز حصل على شهادات معتمدة من الجهات الدولية المختصة باعتماد سلامة الغذاء، ونتج عن هذا الكلام أصبح عندنا 200 مركز حصل على شهادات دولية قادر إنه يصدر للخارج، قادر إن هو يكون موجود في الحقول وقادر إنه يشتغل. تصدير من إيه؟ المنتجات الالبان، منتجات الالبان ده بتضمن دي شهاده اسمها شهاده الهصب، بتدي شهاده دوليه معتمده للمواطن او للمنشاه ان هي بتطبق المعايير الخاصه بسلامه الغذاء. اول حاجه ده ضمان لجوده المنتج المقدم للمواطن المصري، دي الاهميه الاولى ودي الاولويه الكبرى. الحاجه الثانيه ان دلوقتي لو في فرص تصديريه واحنا دلوقتي قدرنا نحقق كفاءه ذاتي، نقدر ان احنا من خلال هذه المراكز يتم عمليه التصدير، المراكز اللي حصلت على شهادات اعتماد، واحنا بالفعل انشانا وطورنا اكثر من 200 مركز، والشهادات دي بالكامل كانت بتتحمل تكلفتها وزاره الزراعه نيابه عن القائمين على تنفيذ هذه المشروعات باجمالي 50,000 جنيه لكل مركز او لكل شهاده منهم. الحاجه الثانيه ان طبعا ده بنستمر في سلسله تطوير
رؤوس الماشيه المملوكه لدى الفلاحين والمزارعين. طبعا ده هيبقى له انعكاس ايجابي كبير لتحسين دخولهم، لان راس الماشيه تقدر تدي انتاج اعلى، تضاعف انتاجها، وبالتالي ده عائد افضل للفلاح. وفي نفس الوقت ده كان طلبه سياده الرئيس على فكره في افتتاح السابق، كان طلب بالضبط. المساله دي وازاي وجه بيه سياده الرئيس، وازاي نقنع الفلاح بدا ونستورد هذه الرؤوس اللي بتدي انتاجيه اكبر، لو اكيد حضرتك فاكر طبعا. طبعا، لان احنا بنتكلم عن ضعف الانتاج بشكل كبير. نعم. وكمان لما الانتاج الالبان مثلا يتضاعف، هو ده متوقع ان ممكن يحدث، ممكن الفلاح لو ما لقاش مصدر للتسويق وممكن يتعرض للتهديد، لان هو بالنسبه له مصدر خطوره. فالدوله قبل ما تتكلم في تطوير السلالات وقبل ما تتكلم في زيت الانتاج، اتكلمت في انشاء الاماكن اللي هتجمع من المربيين هذه السلالات او هذه الالبان، اتكلمت في انشاء مراكز تجميع البان، اتكلمت في تطوير مجازر. فكل الاجراءات والسلسله المتكامله لخدمه الفلاح والمزارع والمربي المصري، الدوله المصريه ماشيه في طريقها لتطويرها ولخدمه القائمين او خدمه العاملين في قطاع الزراعه. طب من دكتور فلاح محمد، ما تيجي ترد لنا على سؤال الناس بتساله، والناس من حقها تسال واحنا دورنا نجاوب. بمناسبه انه احنا بنطلع نقول للناس يا جماعه احنا بنسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كذا لكذا، احنا بقى عندنا رفعنا الانتاجيه من كذا، كنا الاول بننتج كذا، دلوقتي المساله بقت مرتفعه، عندنا اكتفاء ذاتي من كذا وكذا وكذا. مواطن المصري تلاقيه قاعد ويسالك يقول لك الله، طب لما احنا عندنا اكتفاء ذاتي من حاجات كتيره زي ما بنسمع في الاعلام، ليه الحاجة غالية؟ نرد عليه نقول له ايه؟ وده حقه ان هو يسأل السؤال ده. طبعا ده سؤال منطقي وسؤال جوهري والحقيقة احنا خلينا نقول نتكلم بالمنطق. احنا جزء من العالم، احنا دولة متفردة مستقلة بذاتها بعيدة عن المنظومة العالمية، ما بنتأثرش بيه ولا بنأثر فيه، الكلام ده مش موجود. العالم كله قرية صغيرة، وكل دول العالم بتؤثر في الدول الأخرى وبتتأثر بيه، والأزمات الدولية اللي موجودة شفنا دول كتيرة جدا توافر المنتج، مجرد توافر المنتج عندهم كان يعني من الصعوبة من مكان، يعني ممكن يبقى معايا فلوس ومش عارف ألاقي المنتج أصلا لاشتريه رغم أنه احتياج أساسي من الاحتياجات الأساسية. الدولة المصرية رغم كل الأزمات الدولية اللي مرت على دول العالم واللي دول كتيرة جدا تأثرت بها بما فيها دول عظمى كتيرة وموجودة على الخريطة ومعروفة أن هي كانت من أكبر الدول الاقتصادية، تأثرت بشكل كبير جدا من هذه الأزمات. الدولة المصرية حتى الآن احنا مستمرين في مواجهة هذه الأزمات بجهود وتضافر الجهود، وكل المنتجات متاحة أمام المواطن المصري، لا عملنا أبليكيشن عشان تاخد إزازة الزيت ولا عملنا أي حاجة، كل حاجة متاحة أمام المواطن. طيب الحاجة الثانية ده توافر المنتج. جزئية الأسعار احنا عندنا في متغيرات دولية كتير جدا. أيوة. كل المتغيرات الدولية خد بال حضرتك، هو مش واخد باله من الجزئية دي، يعني بدليل انه يقول لك ايه الله ده احنا عندنا الحاجات غالية، ده روسيا اللي فيها الحرب واوكرانيا اللي فيها الحرب، الحاجة عندهم مش غالية. يعني اقصد ايه، من حقه يسأل واحنا دورنا ان احنا نجاوب، اللي هو يعني انت عايز ازاي هناك، ده هناك بلد الاكل يعني، فهو طبيعي يقول لك طب انتوا بتطلعوا تقولوا ان زي ما بيسألونا كده، انتوا بتقولوا عندنا اكتفاء ذاتي ومش اكتفاء ذاتي، طب ليه الحاجه بتغلى؟ نقول له ايه بشكل واضح كده ومختصر؟ ما انا بقول لحضرتك ان احنا اول حاجه ان احنا قادرين ان يكون المنتج ده متوافر، وده امر كبير جدا مش موجود في عدد كبير من دول العالم، توافر المنتج ده في حد ذاته امر في قايه الاهميه. الحاجه الثانيه حتى ان كان في زياده في الاسعار فبتكون زياده مؤقته نتيجه فواصل بين عروات، نتيجه عدم وجود الموسم، نتيجه عدم وجود اجواء معينه، انما دلوقتي بنلاقي يعني شفنا فتره كان الناس بيتكلموا عن بعض المنتجات الزراعيه الاسعارها قفزت قفزات كبيره، النهارده احنا هذه المنتجات هي موجوده تقريبا بواحد على 10 من الثمن اللي كانت موجوده بيه سابقا. ده دليل على ايه؟ دليل على ان احنا كنا في فتره تواصل بين عروات، فتره ما فيش فيها توافر المنتج، وده شيء طبيعي في المنتجات الفريش ممكن يكون في فواصل بين العروات موجوده فيها، انما النهارده موجوده كل حاجه في الاسواق، ويمكن اتحاد الغرف التجاريه وشعبه الخضر والفاكهه بتتابع بشكل دوري الموضوع الاسعار وبنشوف هذه المنظومه، ويمكن بيجي لنا كل التقارير بتؤكد ان في انخفاض كبير جدا في كل اسعار محاصيل الخضر والفاكهه. نعم. وده امر ايجابي لخدمه المواطن المصري
ولاستدامة المنظومة. كمان الحاجة الثالثة ان احنا بنربط بمعادلة ان لازم المربي او المنتج يبقى كسبان وكسبان مكسب عادل لا يؤثر على طبعا حقه يكسب يستمر في عملية الانتاج طبعا بالضبط، وفي نفس الوقت يكون السعر ده عادل بالنسبة للمشتري او بالنسبة للمستهلك علشان يضمن ان هو الاحتياج بتاعه قادر ان هو يغطي، وده بيحدث جزء كبير. ولما لقينا ان في اي زياده بتحدث في الاسعار او في اي تغيرات بتحدث في الاسعار، الدوله دفعت بكميات كبيره جدا من المنتجات، بكميات كبيره جدا من المنافذ، بجهات تسويقيه متعدده قدرت انها ومبادرات متعدده عشان تطرح المنتج امام المواطن المصري، وبالتالي يحدث استقرار في الاسعار، يحدث التزام في الاسعار، يحدث خدمه افضل للمواطن المصري. وده ما كانش هيحدث لو ما كانش عندنا تضافر للجهود ان احنا نقدر نطور قطاعاتنا الانتاجيه ويكون عندنا وفره من المنتجات اللي نقدر نضخها للمواطنين. فده كان واضح جدا وشفناه، وبالتالي ده يؤكد على قوه الدوله وعلى امكانيتها وامكانياتها انها تواجه الازمات والمتغيرات الدوليه. صحيح. وان شاء الله مع تضافر الجهود ومزيد من العمل اكيد هيكون الاجواء افضل في الدول القريبه ان شاء الله. اشكرك دكتور محمد القرش، اشكرك فندم، شكرا جزيلا. بالمناسبة النهاردة على فكرة كيلو الرز في الأسواق نزل 2.5 جنيه، ده خبر في غاية الأهمية زي ما بنقول لحضراتكم، ده لكن مهم ان انتوا تبقوا عارفين الحكاية ماشية ازاي. يعني 4 سنين على وجود او بداية التنسيقية، والتنسيقية الحقيقة يعني فرضت نفسها على الواقع المصري، الواقع السياسي، الواقع الحزبي. بنتكلم على مجموعة خلينا أقول متنوعة من الأفكار، لكن كلهم مجتمعين على أرضية واحدة هي الأرضية الوطنية. مبروك للتنسيقية مرور 4 سنين. برحب بأستاذ محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مبروك أستاذ محمد. حضرتك يا جماعه ربنا يبارك فيك، مبروك. وخليني كده وحضرتك معايا التليفون، وبعد ما بارك لك، اهم من وجهه نظركم كتنسيقيه، اهم ما قدمتوه للحياه السياسيه ايه؟ الحقيقه انه لو انا بتكلمي عن رايي، اهم ما قدمناه للحياه السياسيه هو انه الحوار بين الاطياف السياسيه المختلفه في مصر هو امر ممكن وطبيعي وصحي، وانه الحاله الديمقراطيه الحواريه اللي انشاتها تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين بين افرادها وبين اعضائها بشكل حقيقي وفعال بين اليمين واليسار والمؤيد والمعارض، شريطه ان تكون الانطلاقه هي الارضيه الوطنيه، هو امر ممكن وجائز وينجح ويدوم ويستمر. الحقيقه انه خلال 4 سنوات تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين من تيارات مختلفة، من اليمين ومن اليسار، من المؤيد ومن المعارض، قدروا يقعدوا على ترابيزة حوار واحدة، قدروا يتبادلوا وجهات النظر، قدروا يتبادلوا الرؤى، قدروا يصيغوا سوا حلم مشروع للجمهورية الجديدة اللي بتعبر عن الشباب في ظل انفتاح شديد بتشهد الدولة المصرية منذ الإشارة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 بالدعوة ليه تنمية الحياة السياسية. ويمكن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ اليوم الأول أعلنت أن هدفها الرئيسي هو تنمية الحياة السياسية والعمل الحزبي، وده يمكن اللي احنا بنستهدفه خلال ال4 سنوات الماضية. الدولة في حالة انفتاح، بنشوف إجراءات الدولة بتاخدها زي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، زي الحوار الوطني الجامع اللي دعا ليه في قامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحالة دي كلها إذا وجدت نوايا صادقة تنطلق من أرضية مشتركة هي المصلحة الوطنية، فعلى اختلافاتها هي قادرة على إنتاج حالة حوار محترمة، قادرة على إنتاج أفكار ورؤى وبرامج مشتركة. ثقة القيادة السياسية في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه يتم تعيين 6 من نواب المحافظين فيها دي ثقة كبيرة جدا، ووضعت مسؤولية كمان، لأنه الحقيقة إذا كان مقدر لهذه التجربة النجاح فهي كمان بتفتح الباب لجيل آخر من الشباب توضع فيه الثقة. يعني يمكن المنطقة بتاعت الشباب، انتوا ايه انتوا كتنسيقية، انا بشوف ده يعني من وجهة نظري المساحة عندكوا اكبر، التواجد عندكوا كشباب، يعني انتوا يعني تنسيقية شباب، يعني اقصد انه
اي شاب النهارده عايز يمارس الحياه السياسيه من خلال قنوات، هذه القنوات زي ما اتعلمنا كده وزي ما معروف في الكتب كده علوم السياسيه يقول لك مارس عملك السياسي من خلال قنوات شرعيه بحيث انه اسمك صوتك انه رايك يبقى واصل وده الحل. ف بس خليني حضرتك معايا يا استاذ محمد. معاكي معاكي. تمام. خليني بعد اذن حضرتك اسالك واقول لك لو اي شاب النهارده عايز يدخل التنسيقيه بمنتهى الامانه بسهوله اي شاب عايز يدخل التنسيقيه؟ الحقيقه انه التنسيقيه الشباب لحزاب التسجيل برضه من اليوم الاول، لانه احنا عندنا قواعد ثابته ومستدامه للانضمام لتنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين، وفي رافدين رئيسيين للانضمام للتنسيقيه. احنا عندنا من اسمها تنسيقيه شباب الاحزاب، وبالتالي فالاحزاب المصريه المنضمه لتنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين بترشح من ما بين اعضائها اسماء بتنضم لتنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين، بيكونوا ممثلين لافكار وراء احزابهم داخل التنسيقيه، يا اما يكونوا شباب سياسيين دي لها معايير وشروط واضحه شفافه معروضه على موقع تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين او صفحات تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقا لهذه الاشتراطات المتعلقه بالسن ومتعلقه بالخبره السياسيه ومتعلقه بالخبرات المكتسبه، ورقه سياسيه لبلوره رؤيه الشاب السياسي، لانه هنا احنا بنتكلم برضه عن تجربه. الاساس هي انه ماذا يمكن ان تضيف من خلال العمل العام؟ الفكره النهارده انه مش بنقول احنا مش بنكون شروط موجوده، تقصد انه معلنه موجوده ومن حق اي حد انه يقدم فورم. النهارده بنقول لشباب مصر بمناسبه السنه الرابعه للتنسيقيه، بشكرك استاذ محمد، بنقول له ان دي منصه انا نفسي تضم عدد اكبر بكتير من شباب مصر على مستوى الجمهوريه، ده مكان هايل ان انت تقول فيه رايك وتعبر فيه عن افكارك. شباب التنسيقية عندهم يا جماعة على الصفحة بتاعتهم كل الشروط، أنا بتمنى انضمام ناس كتير أوي، شباب كتير جدا من شباب مصر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودايما كده بتحققوا النجاحات. أما بيبقى في كلام بيروح ويجي ليه علاقة بمواسم أو بصيف أو بشتاء، يعني في دخول الصيف تلاقي البركيني، في دخول الشتاء تلاقي مش عارفة إلحقوا الناس، في حاجات كده بتظهر طبيعي خلاص تعودنا عليها، ده موسم كذا ده موسم كذا. لكن لما الموضوع يتكرر، وهنا أنا بقول إنه بيتكرر من ناس، الناس دي يا جماعة احنا عارفينها، ناس من الشخصيات العامة اللي هي بيهمها، والمعروفة في مصر بيهمها السياحة في مصر وبيهمها سمعة السياحة في مصر، وهي جربت ده بنفسها. فبتمنى هنا انه التصريحات الرسمية من خلال الاعلام تبقى هي دي اللي بتحصل على أرض الواقع، لأنه لما هي طبعا ده هي كاتباه على صفحتها الرسمية، مش حاجة سر يعني، أو الناس كاتباه على صفحاتهم الرسمية مش حاجة سر. لكن مسألة إنه أنا عشان أروح أنزل في فندق وآخد أوضة، فبالتالي يبقى في شروط مكحفة، وغير إنها مكحفة البعض يرى وعندهم حق بنسبة كبيرة جدا قد تصل للمية في المية إنها سمعة غير لطيفة الحقيقة، ما تعملش أي جذب للسياحة، وفي نفس الوقت هي أفكار طاردة، هي أفكار وتعليمات ليست معلنة، والناس بتميل لهذه الفكرة إنها ليست معلنة، فبالتالي نطلع على التلفزيون نقول مين يا جماعة اللي قال إنه ما ينفعش ناس أقل من 40 سنة ستات أو بنات إنها تروح وتبيت ليلة أو ليلتين في الفندق لو هي معها أطفال، أو مهم إن هي ما معهاش جوزها. فبالتالي الناس المسؤولين يردوا ويقولوا لا ده كلام مش صحيح، اي حد النهارده عايز يروح ينزل في اي اوتيل بشروط الاوتيل دي ما فيش، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام غير صحيح، نقول له لا، على ارض الواقع من فضل حضرتك راقب كويس وشوف كويس وتابع كويس، لان دي
سمعة الحقيقة مش لطيفة خالص، لا في سمعة، لا في سمعة الأوتيلات، ولا في سمعة البنات والستات المصريين، ولا في سمعة السياحة بشكل عام كمصريين. فأنا بتصور إن احنا محتاجين حسم واضح وصريح من على أرض الواقع، مش من التصريحات فقط اللي هي للإعلام، تجاوب لنا على السؤال الآتي: ليه يا جماعة في منع للسيدات أقل من 40 سنة من الإقامة بالفنادق من غير زوجها أو بدون رجل؟ خليني أرحب بالأستاذ عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام عز. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. أنا بحب أتكلم بصراحة، لأنه أنا بزعل قوي لما مثلا أعمل مداخلة مع سين من الناس وأقول لي قول لي سعر كذا إيه، فيقول لي كذا بالسعر الفلاني، وألاقي الناس بتقول لي أو بعتالي تقول لي على فكرة الكلام ده مش صحيح، فبالتالي بزعل جدا. والحمد لله المرحلة دي إحنا تعديناها من زمان. أنا نفسي من خلال برنامجي أحسم مسألة منع دخول السيدات الفنادق. أستاذ عبد الفتاح، قول لي كلام من على أرض الواقع من خلال مراقبة حضرتك للفنادق، اتفضل. طب خليني اقول لحضرتك، انا سمعت طبعا الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه مشكوره طبعا، ولكن احب اوضح ان الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها ان الفندق اقل من 40 سنه بيمنع اي حد. اولا دي الواقعه دي كانت من فتره، وما كانش في فندق تحت اشراف وزاره السياحه، ده كان في فندق تبع الادارات المحليه تبع اسكندريه، تبع الاداره المحليه في اسكندريه، مش تبعنا خالص، تبع محافظه اسكندريه. مش يعني ترخيص الصادر لهذا المكان. في عندنا لحضرتك بس نوضح ان في بعض الفنادق لم تستوفي المواصفات السياحيه بتاعت الوزاره، فما بنقبلهاش عندنا، ولحد ما يكمل وضعه او يعني يوفق اوضاعه لو توافق معه. مفهوم يعني. ده عدد كبير، ده كلام مهم اللي حضرتك بتقوله. ده عدد كبير؟ في اعداد موجوده بتشتغل بترخيص تبع المحليات بعيدا عن وزاره السياحه. مين بيراقب؟ مين ليه كلمه؟ يعني عارف مين ليه كلمه محافظة. على الناس دي؟ المحافظه. المحافظه. المحافظه اللي هو يقع فيها دائره، اللي بيقع في دائره الفندق المفروض بيتضع هنا الباب. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، واحنا بنحترم راي حضرتك، اعلاميه متميزه. شكرا. احنا بنراقب على ارض الواقع، ولكن كل حاجه بيبقى لها ردود. قبل كده موضوع البوركيني نفس الكلام كان موجود، حضرتك عارفه في قرى كثيره جدا، قرى موجوده في الساحل وقرى موجوده في السخنه، القرى دي اسكان سياحي حضرتك، اسكان يعني انا شاري شاليه وغيري شاري فيلا، ده ما بتقدرش باسم وزاره السياحه، هم بيسموا نفسهم قريه سياحيه، ولكن وزاره السياحه مسؤوله فقط عن وزاره السياحه. لا لا مفهوم فقط. كلام بالعكس، انا ليا راي ممكن يزعل ناس في مني في مساله القرى. القرى شيء، لان القرى دي انا رايحه اشتري، فالمساله أيوة. عرض وطلب. انا انا عايزه اشتري عندك بشروطي. لا انا اروح اشتري عنده بشروطه، لو هو اللي انا عايزاه مش عنده اروح مكان تاني، ما حبكش ان انا امسك في ده. فمساله القرى انا ليا راي فيها، مساله عرض وطلب وكل واحد حر. لكن انا هنا بتكلم في الفنادق لان دي سمعه سياحه. ايوه انا مع حضرتك، عشان كده انا بقول ايه، موضوع البوركيني لما صار في فتره من الفترات احنا بحثنا في الموضوع، لقينا المكان اللي بيتكلموا فيه ده غير، ده مش فندق، ده قريه بيبيع اسكان. الاسكان ده له شروطه زي ما سيادتك اتفضلتي وقلتي، له طريقه احنا ما نعرفهاش. هو حر، هو حر، محدش يقدر يجبره. بالظبط، بيمضوا على عقود، العقود بيبقى فيها شروط معينه، دي حاجه تخصهم. بالظبط، عرض وطلب. كلمني على الفنادق اللي بتمنع الستات اللي اقل من 40 سنه تدخل تحجز وتبات ليله او ليلتين مع عيالها او من غير عيالها. تمام. بالنسبه للفنادق الخاضعه لاشراف الوزاره، ما فيش حاجه اسمها يقدر اي فندق يمنع اي حد انه داخل لو عنده الغرف متاحه يقول له انت اقل من 40 سنه او اقل من 40 سنه. في تعليمات واضحه عندهم ممنوع الكلام ده كله،
بالنسبه لنا لفنادقنا، ولو في اي فندق عمل هذا التصرف ياخذ الاجراء ضده فورا مهما كان درجه الفندق. ان شاء الله يكون فندق 5-6 نجوم. تاني تاني استاذ عبد الفتاح بعد اذنك. انا معاكي بعد اذنك. مفيش فندق على ارض مصر تابع تابع لوزاره السياحه تابع لوزاره السياحه يستطيع ان يمنع بنت او سيده انها تنزل وتقيم بدون زوجها او بدون ابوها؟ مفيش. مش من حقه. لا يا فندم يا فندم يا فندم، اصل الكلام ده في غايه الاهميه، لانه احنا بنتكلم في ناس يعني بعتولي انا بثق فيهم، ومش ده معناه ان انا بكذب حضرتك، بس لانه حضرتك كده احنا انت بتنور لنا منطقه لينا كلنا لازم ناخد بالنا منها. في ناس عندك في وزاره السياحه بقائي بتقول ممنوع، فانت عندك خطر لازم تنتبه له، خد بالك، لانه كلنا لازم ننتبه. اللي بقوله لحضرتك ده حصل يا فندم، اللي بقوله لحضرتك ده حصل مع ناس، مع دكاترة، مع شخصيات عامة، سيدات جت تنزل وتبات في فندق وهي من غير أبوها ومن غير زوجها، قال لها طالما أنت لوحدك ما ينفعش علشان ده ممنوع عندنا في الأوتيل يحصل. يا فندم ده حصل مع أمهات مطلقات معاها ولادها. طب الست متطلقة وعايزة تروح تقعد هي وجوزها، هي عفوا وعيالها، وتقعد بيهم كام يوم؟ اتقال لها لا. فاحنا لازم كلنا ننتبه للي حضرتك بتقوله. اتفضل كمل. استاذ حضرتك يا استاذ عادل، بس بيدي اكمل وانا هرد على كل نقطة حضرتك عايزاها. انا تحت امرك. اتفضل. ولا انا بقول ان ممنوع يعمل حاجة زي كده، ده القانون. قول ان حد يخالف التعليمات يتحاسب. اي حد يخالف التعليمات بيتحاسب، لكن وارد ان حد يخالف التعليمات واي شكوى توصل لنا فورا يتم تحقيق مع الفندق والتاكد من هذا الكلام. في مثلا حضرتك واقعه قريب اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا الخاصه، مش عايز اقول اسماء، شخصيه عامه زي ما حضرتك قلتي، احنا تواصلنا مع الفندق وسألنا على الواقعة بالضبط. أولا ما كانش فيه حجز مسبق، وما كانش الفندق موجود فيه غرف فاضية، ده بناء على اللي تم مع الفندق. طبعا الطرف الثاني احنا ما تعاملناش معاه، لأن أنا ما كلمنيش، ما جابليش، ما قاليش الأسباب، أنا مش هعرفها، لأن الواقعة حدثت في الفندق. المفروض طبقا للكلام اللي حصل كان المفروض صاحب المشكلة يطلع لشرطة السياحة موجودة في الفندق، يعمل اثبات حاله للكلام اللي حصل مع ضد الفندق عشان نقدر نحكم عليه. طيب احنا عملنا ايه كوزاره؟ اولا في تعليمات معممه رسميه ممنوع ان في فندق يقول لحد انت اقل من 40 سنه ولا انت لوحدك ما تقعدش في الفندق او ما عنديش قوه. لكن كون ان حضرتك تروحي فندق ما فيش حجز مسبق والفندق يقول لك انا ما عنديش غرف للاسف عشان عندي مشكله في مؤتمر عندي واخد الغرف كله، ده بيتقال عشان السناجل ممنوع ان هم ينزلوا. ماشي يا فندم، هنفترض اللي حضرتك بتقولي عليه. هفترض. انا معاكي للاخر. اللي حصل غير كده بدليل ان احنا جبنا الورق في الفندق ولقينا فيه سناجل متسجل عادي جدا موجوده في الفندق، والورق ده مثبت شرطه السياحه موجود، لان كل واحد بيخش الفندق لازم بيتسجل. فجبنا الغرف السنجل وده دليل على انه بيسجل او بيسكن غرف سنجل لاي حد. هو كان المفروض طبعا الفندق دلوقتي بيدافع عن نفسه انه ما حصلش، وانا بحجز الناس بدليل ان صاحب الروم ديفيجن بتاع الفندق وده احنا بنتكلم معاه، نظرا لعدم وجود غرف اتصل بفندق جنبه ووفر اوض، والفندق اللي جنبه اخذ الناس في الاوض عادي جدا. احنا تواصلنا مع انا لما التاني. هقول انا عشان نحسم الامر، انا لما هقول لاسم الفنانه نجلاء بدر مش هقول لان انا بصدد مشكله نجلاء بدر، لكن نجلاء بدر فجرت قضيه كنا متخيلين انها خلصت.
وهي كاتبه يا فندم، هي رده يعني، هي رده قالت احنا حاجزين من 4 ايام، وبغض النظر عن اللي قالته نجلاء، انا بتكلم على انه نجلاء فجرت قضيه كنا نتصور انها تم حلها واغلق الملف. يا فندم ما انت حضرتك بتقولي في قضيه، انا بقول لحضرتك انا مش بقول ان انا قضية. تعليمات الدوله، تعليمات الوزاره لاي فندق ممنوع ان هو يعترض على تسكين شخص بمفرده ايا كان راجل او ست، بس ده الا كلام. في حاله واحده ايوه حاله ايه؟ حاله اذا كان الشخص ده بيعمل مشاكل في الفندق متعدد ومثبت بمحاضر رسميه حقه، تمام، يقدر يقول ان الراجل ده انا مش هسكنه. حقه طبعا، حقه ما يدخلوش من باب الفندق من اساسه. ما انا بقول لحضرتك بس لو في حاجه مثبته بتقول ان الراجل ده بيعمل مشاكل، نعم، او الشخص ده بيعمل مشاكل بس، نعم، او الست دي بتعمل مشاكل على فكره. يا فندم ما بقصدش حد، بقول لك اي حد حضرتك من الفندق، ما انا بتكلم راجل او ست على فكره، بتكلمش انا بتكلم راجل او ست مش كده، انا بتكلم مع حضرتك برضه بقول لحضرتك ما فيش فندق من حقه يمنع حد. انا بقولها لك انا مسؤول طيب. وبقول لحضرتك وهذه التعليمات معممه على كافه الفنادق ان هو طالما عنده غرف متوفره انتهى الموضوع، لازم يسكن اي حد. استاذ عبد الفتاح تسمح لي انه احنا دلوقتي وحضرتك معايا التليفون، وقبل ما اشكرك على المداخله والوضوح، نقول نداء يا جماعه من فضلكم، اي حد هيتعرض لموضوع منع قبوله ان هو ينزل في الفندق وتتوفر فيه الشروط او الشروط اللي هم طالبينها موجوده بالظبط وفي اماكن، يتواصل معايا على صفحه البرنامج وانا ابعت لحضرتك، او او يقدم شكوى زي ما حضرتك بتقول، او يكتب على السوشيال ميديا ويضحك. لا انا قبل ما اقول لحضرتك الحته دي، بس انا عايزه يثبت الحاله في شرطه السياحه داخل الفندق مقيمه، يروح هناك يثبت الحاله ان الناس دي رفضوه عشان سبب، تمام، عشان انا اعرف اعاقب الفندق، تمام انا اعرف اعاقب الفندق، تمام، ويبقى في دليل ان هو وثق الشكوى بتاعته. مظبوط يا فندم، تمام، اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الفتاح العاصي. واطلع فاصل عشان نتكلم على التعليم الفني وسوق العمل محتاج ايه. هيكون معايا بعد الفاصل دكتور محمد مجاهد، انتظرونا. رحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. اهلا بحضرتك معانا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. انا مبسوطه قوي لانه بنبدا نعمل ربط حقيقي للتعليم الفني بسوق العمل، ويمكن دي كانت قضيتنا وكلمنا فيها كتير وكنا بندعو ليها، وسعيده جدا ب بدات ثقافه المجتمع تتغير. يعني يبدو هذا مش كده؟ الحمد لله، يعني ابتدت تندع زي ما بنقول كده المجهود. بس انا يعني اتحفظ ان انا اقول احنا خلصنا التطوير. لا احنا ما خلصناش، انا بقول بدات تتحرك. انا بتكلم على ثقافه اولياء امور يفكروا بعيدا عن فكره الثانويه العامه. لا انا عايز افكر، ده التفكير حلو قوي، ازاي ادخل ابني المدارس دي علشان يطلع يلاقي شغل، شيء عظيم ما كناش لاقيينه ده زمان. صح. كلمني عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية. هو طبعا يعني انا بس عايز اثني على انت جبت الخلاصة. لانه الخلاصة دي هي المنهاج اللي احنا ماشيين عليه. ايوه. وهي المادة 20 من دستور 2014. اللي بتقول إيه؟ انه على فكرة التعليم الفني هو النوع الوحيد من التعليم اللي ليه مادة مخصوص في دستور 14. طب ده مهم ان احنا نقول الكلام ده وننشر. المادة دي بتقول انه هو طبعا ده كان بعد تقييمات دولية للتعليم الفني في مصر، وكانت النتائج بتاعتها مش مشجعة قوي. طبعا 2014 دلوقتي بقى لها يعني ما شاء الله 8 سنين يعني. فالدولة عملت ايه؟ المادة الأول بتقول إيه؟ بتقول على الدولة أن تشجع التعليم الفني والتعليم التكنولوجي بكل أنواعه ومستوياته، بحيث أنه يلبي احتياجات سوق العمل، يكون فيه ويكون الجودة بتاعته
مناظرة لمستويات الجودة العالمية في الدول اللي تقدمت. واللي كتبوا الدستور ده كان صعب ان هو يتنفذ. ده يعني لجنة يعني ده حلم تاخد جايزة. ده حلم من الأحلام. صح. لا أو تنفيذه. صح. ما أسهل الكلام يا دكتور محمد. مظبوط. ما أسهل الكلام. فهو مربط الفرس اللي حضرتك أشرت إليه هو إن إحنا يعني بدأنا نشوف سوق العمل. سوق العمل هو يعني أول حاجة في مصانع القطاع الخاص. مش مصانع بس، مصانع ومزارع وفنادق وعديد من ومزارع الأنشطة. طبعا عديد من الأنشطة الاقتصادية، لأن هو التعليم الفني في مصر منذ يا محمد علي بدأ صناعي بس بعد شوية بقى في مدارس زراعية، وبعد شوية بعد ما بقى في سياحة في يعني في السنوات الأخيرة. نعم. احنا يعني قبل 2011 كنا عندنا 15 مليون سائح. عديد من الفنادق مناطق ما كانتش موجودة قبل كده في الستينات ولا في السبعينات من القرن الماضي. فلازم يبقى في خدمات، فنادق استثمرت بمليارات الجنيهات. فالفندقي ده تعليم مهم جدا، وطبعا التعليم التجاري وده يعني برضو عدده كبير. ويمكن ده يعني دي التحديات اللي قدامنا، ان احنا ربما نجحنا في تطوير التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي، ان شاء الله خطواتنا القادمة هتبقى متجهة الى التعليم التجاري الدولية. المدارس الدولية احنا طبعا يعني بالاضافة الى ان احنا المناهج بتاعت المدارس التقليدية للتعليم الفني اللي منتشرة في كل الجمهورية، وبالمناسبة دول 3000 مدرسة، بنتكلم يعني 3000 مدرسة. 3000 مدرسة. اه طبعا عشان نعمل يعني على مستوى الجمهورية، على مستوى الجمهورية طبعا مش كلهم نفس المستوى ولا نفس الجودة. يعني مثلا اقول لحضرتك مثال، اللي منهم مدرسة بسور وباب ونمرة في الأبنية التعليمية لا يتعدوا 1200 مدرسة. يا خبر ابيض. يعني عشان تعرفي حجم المشكلة يعني. طب هو الباقيين دول ايه؟ حجم التحدي. طبعا. الباقيين ايه؟ الباقيين يعني بنسميها فصول ملحقة. يعني ببساطة شديدة مكان في مدرسة. يعني الرقم ده مش مدارس مستقلة. مش ده. مدارس مستقلة، مش أحلى حاجة. نصهم، أقل من نصهم. لأن طبعا مدارس نصهم كانوا على قديمه. طبعا. طبعا. فاحنا طبعا لما بدأنا نطور أول حاجة بصينا ليها هي المهن اللي بتطلع من المدارس دي لها مناهج. ما اتكلمنا مع ممثلي سوق العمل رجال الصناعة بالذات قالوا انتوا الطلبة اللي بيتخرجوا من عندكم بيبقوا عارفين معلومات، معارف، نوليدج، لكن السكيلز ضعاف فيها، فبالتالي لازم نناقش السكيلز او المهارات. لازم نتأكد ان اللي خارج من عندنا متقن للمهارة. الشكوى التانية كانت من السلوكيات، بمعنى عدم احترام الوقت، عدم يعني ممكن حتى المستثمر يشغله في شركته بس الولد ما ينتظمش في انه يجي بدري. فدي ده طبعا سلوكيات مش مناسبه للبيئه الصناعيه. طبعا. فبالتالي احنا بدانا سنه 2018 نغير كل المناهج. ده بياخد وقت طبعا. 2019 اقدر اقول انه من 2019 بدانا البدايه جد. احنا طبعا البداية اللي هي بتأثر على مدارس كتير هي 2019. أيوة. بدأنا نعمل ايه؟ بدأنا بمعاونة الجهات الدولية، لان في جهات دولية كتيرة بتساعدنا الحياة في مجال التعليم الفني، بالذات الاتحاد الاوروبي والمعونة الامريكية، وده هقول لحضرتك على المدارس الدولية فيها. مهم جدا. والحكومة الالمانية. نغير المناهج بمنهجية سمناها، مش سمناها، العالم كله بيسميها منهجية الجدارات. يعني الجدارات ايه هي؟ هي المعارف والمهارات والسلوكيات اللي ما كانوش عندنا. ما كانوش عندنا. احنا ليه مش واضحين؟ في تركيز على حاجات مش هي المطلوبه في سوق العمل. فالحقيقه بدانا سنه 19 نطبق طبعا، ما نقدرش نعمل كل المناهج مره واحده لان المناهج بتاع 150 منهج. فعملنا عدد معقول منهم حوالي 40 منهج وطبقناها على طول في 105 مدرسه. اما طالب يخش سنه 19 يتخرج السنه دي. ده يدي فكرة ان التطوير ما هواش بندوس على الزرار، بس طبعا بياخد وقت. لا. فالسنة دي بقى عملنا حاجة طبعا لما جينا نطور جبنا ممثلي سوق العمل من الصناعات المختلفة واتكلمنا معاهم و ايه المهارات اللي انتوا عايزينها، ايه الجدارات. طبعا ده اتعلمنا منه كتير لما قعدتوا مع الصناع. طبعا.
ما يجيبش ابدا ان احنا نقول والله ده احنا عارفين كل حاجه، لا. فده طبعا انتج اصل هو الملف كله كان مهمل يا دكتور محمد، يعني 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 لو حضرتك شايف غير كده احترم رايك برضه. لا انا مش شايف غير كده، بس انا ما بحبش اقول الحاجات. لا انا الحقيقه سنة موضوعيه، فبحب يعني بحب نشوف الحقيقه علشان نقدر نعرف كمان. اخاف يكون مش تروم انا. لا لا. فبالتالي بدانا نطبق هذه المدارس. احنا عملنا بقى حاجه يعني جديده شويه السنه دي، جبنا ممثلي سوق العمل يمتحنوا الخريجين في الامتحانات العمليه. ده الترو بقى، ده الصح. ده صح. واكتشفت منها بقى. واكتشفت منها الواقع. احنا عملنا اللي علينا. الحقيقه الانطباع بتاعهم حتى الان ايجابي جدا. الامتحانات دي كانت الاسبوع، يعني في امتحانات ما زالت بتستمر الاسبوع ده. ممثل من سوق العمل واحد واثنين معلمين بتوعنا، لجنه ثلاثيه بتشوف الطالب وهو بيؤدي المهارات المختلفة. وهنا بنتكلم على شغل عملي ولا نظري ولا بيحضر الاثنين؟ بص الامتحانات دي ولا بيحضر الاثنين؟ الامتحانات دي بتبقى تستمر مثلا ممكن خمس ساعات وفي بعض الحاجات اكتر. لازم يستخدم المكن، مطلوب منه لها بقى نظام انه لازم نكتشف هل هو اكتسب المهارات ولا لا، هل يعرف يكتب عنها تقرير ولا لا. كمان بيبقى الطالب معاه ملف اسمه ملف الانجاز، فيه كل حاجه عملها في الثلاث سنين، كل حاجه مسجله بخط ايده، فيديوهات ممكن يستخدم، صور ممكن يستخدم، بحيث انه ده يبقى هو السي في بتاعت الطالب، تاريخه في الثلاث سنين يتعلم ايه في المدرسه. لو المدارس الطالب ما بيحضرش او المدارس متسيبه، سوري في الكلام، مش هيبقى عنده الملف ده. تمام. ده تاريخ، تاريخ النشاط بتاعه. توثيق. توثيق طبعا. يعني ده التغييرات، التغييرين الاثنين دول خلوا الدنيا الناس تفهم ان الدنيا جد، وسوق العمل يفهم ان احنا جادين في التطوير بتاعنا. طبعا ده ال 105 مدرسه دول، بدانا بقى سنه 20 نضيف مدارس، وسنه 21 نضيف مدارس. السنه اللي جايه دي عندنا 460 مدرسه فيها المناهج المطوره دي. طيب سنه 24 هنخلص كل المناهج وكل المدارس. 24 ده قريب. ان شاء الله. حلو. هيظهر امتى نتيجته بقى؟ اول سبتمبر 27. ما هو انا دايما بتسال من يوم ما اخذت المنصب. نعم. هو احنا هنخلص امتى بقى؟ فبدا يبقى في اجابه، شبه اجابه. ايوه. طبعا ده بالنسبه للمناهج اللي هي احنا بنعملها بنفسنا وبمساعده قليله جدا جدا من الجهات الدوليه. إيه بنتكلم هنا معونة أمريكية للتعليم الفني. تمام. وللمدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية. بنتكلم على كمان ألمانيا. بالظبط كده. مهم قوي، لأنه أنا عايزة أقول لأولياء الأمور قدموا لأولادكم في المدارس الدولية دي، فعايزة أقول ده على مسؤوليتي أنا، واخد بال حضرتك، وعايزاهم يبعتوا كل الأسئلة حتى لو مش النهاردة أبعتها لحضرتك. قول لي ما اللي هيدخل المدارس دي هيقدم إمتى؟ يمكن الأسبوع ده. الأسبوع ده. شروط التقديم إيه؟ شروط التقديم أولا، يعني طبعا المدارس دي أنا أحب أحكي عليها. إحنا ياريت. مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأناها 2018. نعم. على استحياء شوية، كانوا ثلاث مدارس. نجحت طبعا. احنا ما يعني لا نعرف الغيب، اما بنبدا بنجتهد. لكن السنه اللي بعدها جالنا 8 مستثمرين كبار في مجالات مختلفه، فبقى سنه 19 بقوا 11 مدرسه. سنه الكورونا عايزين عملنا معاهم مدارس، يعني المدارس زادت من 3 مدارس. معلش هستاذنك، قول لي دور المستثمر ايه معاكم كمدرسه؟ صح. لانه احنا يا جماعه احنا امام تحديات كتيره قوي قوي قوي، فاحنا محتاجين كل التكاتف، محتاجين كل المساعدات، كلنا مع بعض، احنا بنكمل بعض في النهايه للظروف حتى العالميه والبلد دي بتمر بيه. مظبوط. حضرتك المدارس التكنولوجيا التطبيقيه هي يعني شراكه بين الحكومه ممثله في وزاره التربيه والتعليم. ايوه. فلازم نقدم حاجه. بيزيكلي احنا بنقدم المدرسه، يعني بنقول له ادي المدرسه دي هندرها مع بعض لصالح تكوين الفنيين اللي انت عايز تشغلهم في مصنعك او تمام في مصنعك. زي الفل. طبعا في بعض المستثمرين بيقول له والله انا مش عايز المدرسه بتاعتكم لان انا عندي فلوس ومن المسؤوليه المجتمعيه بتاعتي هبنى انا المدرسه، لكن عدد قليل. هل ده عندكم مرونه فيه؟
طبعا انتوا بترحبوا بيه؟ طبعا بنرحب بيه. ما عشان كده انا بقول احنا بندعو يعني. انا طبعا بدعو كل ايه متخيل يعني ايه تعمل مدرسه؟ متخيل هذا الشيء العظيم يعني بالذات الحاله دي. المستثمر صرف ساعتها على ما اتذكر 55 مليون جنيه في المباني والارض والمعدات. ما هو المدارس الفنيه مكلفه عن المدارس التعليم العام لانها فيها ورش ومعامل بفلوس كتير. بس هيبقى المستثمر والله عمل شيء عظيم. بالظبط كده. بالظبط كده. طبعا اول مدرسه دي افتتحها سياده الرئيس عن بعد. كانت كنا في مؤتمر في محافظه المنوفيه. وافتتحها بالفيديو. والحقيقه يعني ساعتها شجع جميع المستثمرين ان هم يساعدونا ويتشاركوا معانا، وده كان ليه تاثير كبير. السنه اللي بعدها على طول جالنا 8 مستثمرين هايل، فبقينا 11 مدرسه. طبعا مجالات ثانيه بقى. للاسف سنه 20 كانت سنه الكورونا. فما جاش فيها الا 5 مستثمرين. انما بقينا كام؟ بقينا 16 مدرسه. سنه 21 و22 الحمد لله وصلنا حتى هذه اللحظة إلى 38 مدرسة. انتشرنا في 15 محافظة أو أكثر. 38 مدرسة بالشراكة ولا بالشراكة مع كم من المستثمرين؟ عشان إحنا عايزين طول الوقت نكلم. بص حضرتك، الأسلوب مدارس التكنولوجيا التطبيقية دايما يبقى مستثمر واحد، شركة كبيرة. لا فندم، أقصد يعني كم مستثمر بنى مدارس وكم شارك وكم؟ 1 و37 واحد بس. واحد اللي بنا. ما هو ده اللي عايزين نقوله. ده مش عيب ان احنا نقول للناس ونفكرهم، ممكن يبقوا يعني شايفين اولوياتهم في اماكن اخرى، لكن بنقول لهم في مكان تاني مهم ايدكوا معانا فيه. احنا طبعا بنتصرف بقى في المدارس، ساعات نلاقي مثلا مدرسة تعليم عام مش ما هياش مزدحمة بالطلاب، نقوم نحولها إلى مدرسة تعليم فني ونبني عليها بعض المباني الإضافية. ساعات نلاقي مدارس كبيرة، مدارس فنية كبيرة وفيها مساحة أرض، نقوم نقسمها مدرستين. يعني بنتصرف بقى بطريقة في حدود المتاح. في حدود المتاح. يعني وصلت هذه المدارس إلى 38 مدرسة. دي بتنجح جدا مع مستثمر وحيد، شركة كبيرة، شركة رأس مالها كبير وأرباحها معقولة. طبعا انترناشونال. وكتير منهم انترناشونال طبعا. كتير، لكن اقصد ممكن كمان الداخلي الشركات تبقى مصريه فقط. تمام. يعني لا، وشركات برضو من اللي يعني شركات مصريه بتشتغل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموبايل، موبايل سيرفيسز. دي الحقيقه من المدارس الناجحه جدا جدا. لانه اتضح انه في بعض المجالات التكنولوجيه الحديثه الولد لازم يدرس من الاول الانجليش. مثلا. ده لأن التكنولوجي محتاجة. مش صحيح. مش يعني هو احنا طيب دكتور محمد، مدارس الدولية بقى. مدارس الدولية للأسف الوقت جري. مدارس الدولية الباب هيتفتح كمان، هذاك قلت لي تقريبا أسبوع. الشروط احنا نقول دلوقتي للطلبة اللي في شروط ايه؟ توجه فورا للمدارس الدولية وليه؟ تمام. يلا بص، المدارس الدوليه يا فندم، احنا طبعا في نقاشاتنا مع الجهات الدوليه وبالذات المعوله الامريكيه، يعني كانوا معانا قبل كده لكن خدوا مشروع جديد بميزانيه اكبر. فبداوا ينسقوا معانا قبل ما يقدموا على المشروع، انتوا عايزين ايه؟ طلباتكم ايه؟ طب هاي فقلنا بقى يعني بالظبط عايزين ايه؟ فكانت لسه المدارس التكنولوجيه بادئه. فقلت لهم احنا عايزينكم تساعدونا في رعايه عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. فطلبوا ان الاسم يتغير شويه، يبقى في يو اس ايد، يعني يبقى شويه امريكا. فانا اخترعت كده اسم الدوليه. تمام. ودي كانت الحقيقه يعني توفيق من ربنا، لانه لما عملنا الاتفاقيه بتاعت قالوا نعمل 10 مدارس وخدوا ميزانيه لكده. فقدروا حتى هذه اللحظه يعملوا اتفاقات مع 6 مستثمرين. ومضينا الدكتور طارق مضى البروتوكولات بتاعتها. من كام شهر. واسميناها مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. طبعا دي مدارس حديثه جدا. فيها نظام جوده عالمي. شروط الدخول هي شروط دخولها، او اي طالب قدر يجيب 240 درجه من 280 يقدم. اللي هي كده كام في الميه؟ يعني حوالي اكثر من يعني تقرب من 75% فقط. ما هو هايل. هو بيجرب. لا هايل هايل. بيجرب. انا مش ضامن له طبعا مكان، لانه لو عندنا 200 مكان اللي بيقدم تقريبا قدهم 10 مرات. ايوه. فبالتالي لكن طيب. هو من حقه التنافس طبعا. لو المجموع الشروط للمدارس الدوليه للتكنولوجيا مجموعك يبقى يكون اكتر من 240 من 280، جايز نتيجه التنافس ترسى على 250 او اكتر.
إنما طبعا حسب المكان برضه طبعا اللي في المدرسه. ايه تاني غير المجموع؟ طبعا المدارس دي طبعا لازم يكون يلاقوا الاماكن فين بتاعت المدارس؟ على الموقع عند حضراتكم؟ على الموقع طبعا. تمام. احنا عندنا موقع التعليم الفني على الوزاره اول مره بعد ما بقى اطمأنينا لان احنا بنعمله ده. نعم. يعني الناس هتسال اسئله محدده. أيوة. عندنا موقع التعليم الفني، اللينك بتاعه على موقع الوزاره. في جميع المدارس الفنيه في كل اداره تعليميه على مستوى الجمهوريه. اسامي بقى كل النوعيات بقى. نعم. وفيه مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفيه المدارس حتى بتاعتنا اللي احنا بنطور فيها. مين اللي اتطورت المناهج بتاعتنا؟ ده الموقع. حضرتك مش اوكي. ففيه المدارس اللي طورنا المناهج بتاعتها والمدارس اللي لسه بنطور فيها. ايه تاني شروط غير المجموعة؟ هو طبعا بيتعمل له امتحانات، يعني هو احنا بنختار بقى من الالفين. بيمتحن في ايه؟ لان دي نقطة ممكن تعرف برضو تخوف الطالب شوية. يعني هو امتحان تحديد مستوى، اولا بيمتحن في اللغات، في اللغة العربية، في اللغة الانجليزية. بيمتحن كمان في الرياضيات، بيمتحن في استخدام الحاسب الالي. بيمتحن جايز تجرى، يعني فحوص طبية برضو. تمام. وبيتعمل له مقابلة شخصية. هايل. اللي ينجح اللي ينجح من المدارس اللي ينجح ويعدي، اللي بينجح ويعدي من كل ده يدخل المدرسة ونجح في المدرسة. خد الثلاث سنين ونجح. طبعا اولا التعليم في فرص المتوفرة المتوفرة عنده. اول حاجة انه المستثمر اللي هو اتدرب، اللي هو درس في المدرسة المشتركة بيننا وبينه. ايوه. يشغله عنده. هايل. ده الـ يعني المؤشرات بتاعت المدارس اللي خرجت، وده أيوة. السنه اللي فاتت. نعم. انه اول مدرسه اتفتحت كانت واخده 144 طالب وشغلت 132 خريج. هايل. وشغلتهم باقدميه سنتين، بمعنى ان ده بيزود ماهيته. يعني كمان هايل. عنده فرصه ممكن يسافر ويكمل بره لو يرغب. بعض المدارس او ممكن يكمل في كليات، بعض المدارس بتعرض هذا، لكن الأهم إنه الطالب ده قدامه فرص برضه لاستكمال التعليم العالي والحصول على درجة بكالوريوس جوه مصر. جوه مصر. تمام. في إيه بقى؟ الدولة برضه نتيجة برضه المادة 20 من الدستور. أيوه. بتنشئ ما يسمى بالجامعات التكنولوجية. هايل. جامعات التكنولوجية دي كأنها تعليم فني عالي. عندنا دلوقتي ثلاث مدارس. ثلاث جامعات تكنولوجية. جامعات. والسنة الجاية هيضاف ست جامعات أخرى. هتبع مع حضرتك دكتور محمد مجاهد الإقبال عامل إزاي طبعا. وبدعوا كل أولياء الأمور فكروا كويس قوي في الكلام اللي قاله دكتور محمد مجاهد، فكروا في إنه أنت واخد سكة بتغيير ثقافة. السكة دي أضمن كتير من الشكل القديم التقليدي اللي احنا كأمهات او كأولياء امور اتربينا عليه. شوفوا مصلحة ابنكم فين، وفرص هايلة موجودة. وهنتابع مع دكتور محمد مجاهد الاقبال قد ايه والناس، لانه انا عارفة انه هيبقى فيه اقبال كتير. تشرفت بوجود حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا دكتور محمد مجاهد. بشكر حضرتكم. بشوفكم بكرة على خير. مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.